أما هلأ سمر محطتنا بتهم كتار من الناس، إذا سألتك اليوم شو رأيك سمر بالصداقة اليوم؟ هلا الصداقه الحقيقيه قليله كتير كتير بهالوقت، يعني نادرة. ايه يعني بتلاقي وحده تنتين وبس. ايه كتر خير الله اذا بنلاقي عن وحده جد. تنتين. سمر خلينا نروح لحتى نحكي تفاصيل اكثر عن علاقه اجتماعيه انسانيه تعتبر من اسمى العلاقات الانسانيه، هي الصداقه. لكن على من نطلق كلمة صديق؟ هل كل شخص تجمعنا به معرفة لفترة معينة ممكن أن يعتبر صديق؟ هل أسئلة وغيرها من الاستفسارات رح تجاوبنا عليها الاختصاصية الاجتماعية غالية سعيد. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. يسعد صباح صباحك غالية. اليوم موضوع كتير مهم بهمني أنا وأنت وكل حدا أكيد عم بيتابعنا، بدنا نعرف شو هو مفهوم الصداقة وكيف بتنشأ الصداقة، ولكن مو أي صداقة، أكيد الصداقة الحقيقية. تمام يا حبيبة قلبي. تعني أجمل إحساس بعد إحساس الحب هو إحساس الصداقة، بس لما بتكون فعلاً حقيقية وهي شريك أو وليد بين قلبين فعلاً طلع بيناتهم شيء أساسي وشيء صادق وشيء فعلاً مشترك. ممكن أي شخص دخل بحياتنا أو أي حدا قالنا مرحبا أو كيفك أو شو أخبارك صار فينا نقول إنه عنه هذا صديق. صديق للأسف المجتمع أو نحن عولنا على حالنا هاي الكلمة. يعني مثلاً بقول لك أنا مين فلان اللي شفته معك؟ تقولي رفيقتي. نحن ما بنعرف الفرق الكتير كبير بين حدا يكون زميل أو حدا يكون صديق أو حدا يكون صاحب. بالمجمل كلياتهم بنجمعهم وبنصبهم بإطار واحد إنه شخص بعرفه، ولكن الأفرق والأطوار اللي بيناتهم هي عن جد كتير مخيفة وأحياناً مرهبة. بينما تقولي إنه هذا الحدا يمكن يكون بلحظة من اللحظات إنه كتير قريب لي، بقدر عول عليه شو ما يصير معي، بقدر استشيره، بقدر أروح لعنده بحالات اللي ممكن أنا أكون فيها على حالة إنه أنا مالي على ما يرام. وفي شخص للأسف أنت ما فينك إلا تطلعي قدامه بهذا الوجه الضاحك وهذا الماسك، لأنه بتقولي أنا ما بقدر أساساً إنه عبر عن مشاعري بصراحة قدامه. تمام أكيد. تمام بخاف، ما بعرف شو بيفكر فيني، ما بعرف. فالمعنى كتير دقيق على قد ما إنه كتير كبير وشامل على قد ما هو كتير دقيق. بس للأسف نحن مثل ما قلت لك برجع بقول أي حدا قلنا له مرحبا بعد يومين ثلاثة صار صديق. ولما بيعمل فينا فصل بيكون سيء أو بيعمل هيك بننصدم. تجي بتقلك صدمة إنه معقول أنا رفيقي أو رفيقتي غدرتني؟ أكيد. طب رجعي للمصطلح شوفي كيف هو صار رفيقك. غالية خلينا نفوت بالتفاصيل أكثر. حكينا إنه نحن لازم نفرق بين الزميل صديق الصديق الحقيقي وبين الزميل والمعرفة كمان، يعني هي مراتب عم تجي. تمام. خلينا نفرق بين تمام يا عزيزتي. الإنسان بيطلع على المجتمع في عنده ثلاث دوائر. أول دائرة يلي هي بتكون الزمالة، ثاني دائرة يلي بتكون هي الصحبة أو الصاحب، ثالث دائرة يلي هي أعمق اللي بيكون فيها الصديق. مثلاً تنزل على نطاق العمل، فأنت ملزمة إنك تكوني متعايشة مع الأشخاص اللي اسمهم زملاء. هدول بتفوتي على مكان الشغل تلاقيهم موجودين مثلهم مثل أي شيء بالمكان، يعني لا فينك تبدليهم ولا فينك تغيريهم ولا شيء أكيد، ولا فينك تعدلي فيهم أي شيء. أنت أساساً دخلتي على المكان لقيتيهم موجودين. تمام أكيد. هدول بالدائرة الأولى. نجي للدائرة الثانية اللي هو الشخص اللي نحن بنقله صاحب، اللي هو على مبدأ بيكون مصاحب لإلك ومرافق بطريق، يعني ممكن الزميل بتتركي بمكان العمل انتهيتي منه وهذا النهار بتشوفي ثاني نهار. صاحب ممكن يطلع للدائرة الثانية، ممكن ترجعي انت وياه على البيت، ممكن تلتقوا برات العمل، ممكن يصير في عندكم مواضيع مشتركة. الدائرة الأعمق اللي هو الإنسان الصديق، اللي فعلا الكلمة بحد ذاتها تشرح نفسها، انه انا هاد مثلا ما عندي اي مشكلة انه ورجيه مين انا احكي له. بس الدائرتين اللي قبل كتير حتلاقي صعوبة وانت عم تحكي. حتى احيانا بنشوف بعد المسافة الزمان المكان، لكن بيضل اسمه صديق فعلا، وفي تواصل دائما بين الشخصين، بيكون تبادل وجهات النظر حتى الاسرار اذا بدنا نقولها. تمام تمام. بدليل انه احيانا بيكون في عندك حدا من 10 سنين انت وياه اصدقاء ومتمكنة من محبتك لإله، ويمكن ما بتشوفيه، يمكن ظروفك الإقليمية أكيد. أو هي فكتير بعيد عني، بترجع تحكي معه تليفون بتحسي نفسك كأنك حتى ما ضروري الواحد يحكي معه كل يوم نتواصل. يعني مثلا أنا كمان رفيقتي مثلا من 10-15 سنة أنا وياها دائما بنحكي مع بعض، بس مو بشكل يومي، عرفتي؟ وهي بلاقيها هي الصديقة الحقيقية. بنفس الوقت في صديقة من مثلا من فترة من سنين قليلة، أول ما انخطبت هاي الظاهرة الجديدة، يعني أول ما انخطبت بلوكات لكن رفقاتها. شو رأيك بهذا الموضوع؟ هاي أول ما بنخطب أنا بصير شغلة كتير كبيرة، وانتو منين صرتوا رفقاتي؟ معقول أنا بعرفكم؟ ايه معقول اللي تتسن بعرفك بلو. حتى المعتقدات والأفكار والآراء للأسف اللي بتنزل لك إياها على الطاولة، إنه سوري على التعبير أنا أصبت لك ليش عم تعملوا هالحركات الطفولة هي، كبروا كبروا شوي هيك، فإنه أنت اللي كنتي معنا قبل شوي. يعني بس اللي دخل طارق هو حدا كلمة.
شو بتوجهي لهم كلمه كثير كترانه ظاهره ما يعني ما بتتخيلي اول حدا بتحس عليها بلشت هي الاعلام هي المظاهر هي انه شابه بلشت تتغير شو يعني شو اسمها هذا ما له اسمه صديق هذا حدا عشوائي غوغائي مارق بحياتك عم يعمل عبثيه وفوضويه وباي لحظه ممكن يقول لك باي باي صار في بدالك حدا هدول الاشخاص ما في اكثر منهم مثل نفس اللي بتكوني انا وياك رفقات بيجي حدا منعرف حدا تالت عليه بعد شوي بتحسي حالك صرتي برات الدائره صار في مشاوير وقصاص واشياء وانت واقفه عم تنطري من برا انه شو اللي عم بيصير مع انه انا كنت السبب اللي انا جمعتكم مع بعض حتى كثير الاصدقاء بيعملوا لك علامات بس نحن للاسف انه ما بنقدر نقول له لا مثلا تقولي له بعدي عنه هذا الحدا ما بيكرهك او ما بيحبك صداقه منفعه تمام بتقول لك انا ما فيني الا لا شو بضل لحالي دائما بيتزرع بيقول لك شو بضل لحالي ما بقدر احكي مع حدا معقول مدري شو مع انه الدراسات قالت انه الانسان قد ما كانت شخصيته عظيمه 80% اذا ما كان في عندك شريك استراتيجي اللي هو صديق او حبيب فانت نجاحاتك تبوء بالاخفاق لانه بدك حدا دائما يهللك لنجاحاتك يأثني عليها اذا كان فيها اي مشكله ينبهك عليها واذا كان فيها شيء رائع دائما يضوي لك عليها ويقول لك انا فخور فيه ولكن أكيد. هدول الاشخاص دائرتهم كثير ضيقه ومظلمه وصدف انك تلاقي فعلا هذا الصديق يعني يا غالية حكينا عن يمكن شغلة صغيرة شرتي إلى أنه أوقات يمكن البنت بتنخطف فبتتغير كل معاملتها هذا الشيء كتير صغير من شيء كتير خلافات عم بنشوفها اليوم بالواقع بين الأصدقاء كيف فينا اليوم نحن نصلح أي اختلاف بوجهة النظر أي غلط كتير صغير ممكن يصير بين الأصدقاء بدون ما نشوه هاي العلاقة بدون ما نحن نخسر صديق أو حتى زميل بالعمل تمام يا عزيزتي أول شيء الإنسان اللي أنت فعلا بدك تقولي عنه أنه هذا صديق هذا الشخص حتى لو صار في بيناتك تصادم أنت وياه بالأفكار ولا بأي موضوع ولا بأي فكرة لاحظي أنه مجرد أنك تبعدي عنه ساعتين ثلاثة تاني نهار حتى لو كان الحق معك أو الحق عليك لحاله بيحاول أنه يتقرب منك أنه هذا الشخص فعلا ما له حابب يخسرك من دائرته أما الإنسان يلي نحن ما فينا نقول أنه عنه صديق يمكن تكونوا نازلين على السوق مع بعض تتناقشوا على لون ثياب ما عجبكم بتاخذ موقف وبتاخذ لك 4-5 ايام حراب وما بعرف شو اللي بيصير وبتكبر الموضوع بشكل كتير كبير فهذا اكيد اساسا مالك بحاجه انك انت تتواصلي معه يعني ولا حاجه انك تبرري له علامات من البدايه بتدل انه هذا ممكن يصير صديقك طبعاً وهي لا طبعاً طبعاً ممكن نتعرف عليها بشكل اكبر يعني مشان بهالوقت نقدر نفرق مين خرج يكون صديقي ومين لا مين بعد عنه مين نضل انه مرافقينه بهالوقت تمام اول علامه اللي هي نجاحك رفيقك الحقيقي لما بتكوني انت ناجحه بيمسك التليفون او بيقول معك لك برافو انا حدا كثير فخور فيكي ما بتنتبهي على نظره الغير او ما بحاول انه يبخس من نجاحك اللي موجود بيقول لك برافو انا كثير فخور فيكي انا مبسوط انه عندي حدا هيك مثلك انا كثير معتز انه انت هذا وبالمقابل بتطلع هيك بطرف عينه بيقول لك ايه ماشي الحال يعني احسنت يعني لا بأس انتبهي على الكلمات اللي بيحكيها ثاني شيء الصديق اللي بالنسبه لك بيكون ما بيحاول انه مثلا يعول او ينتقدك بشكل مباشر قدام الاخرين احيانا بنكون رفقات مع بعض رفيقك اللي بيكون موجود معك بيحاول انا اسفه على التعبير بيعملك سخريه للاخرين او بيعمل رفيقه سخريه للاخرين كرمال يضحكهم او يلطف الجو بياخذ عليك فكره جديه ما يكون في مزح بين الاصدقاء اكيد في بيناتهم مزح بس مو انا وياك رفقات نكون قاعدين بفكره مثلا تحاولي انك انت تضحكي العالم علي كرمال انك تلطفي جو بهذا المكان يعني تاخذي مثلا موقف انا عملته يي تعالوا شوفوا غاليه شو عملت حتى انه الكل يضحك وانت بتعرفي مثلا انه هذا الموقف انا حكيت لك اياه او موضع هيك بياثر فيك تمام شخصياً. او ثاني فكره انه اسرارك اللي بيجي بيحكي على حدا قدامك تاكد تماما انه هو رح يحكي عليك بس تطلع برات خارج نطاق تاثيره فبيقول لك فلانه وفلانه وفلانه طب بتعرف انت عم تحكي على حدا معناتها بكل بساطه انا بس اطلع لبرا انت رح تحكي علي اكيد طيب الفكره الثالثه واللي هي الاهم التواصل الاجتماعي بتحطي اي شيء لإلك او بتحطي شيء بتكوني انت فخوره فيه على قدام العالم ممكن يعلق لك ويكتب لك شيء او لما بتشوفيه على ارض الواقع ما بيجيب لك سيره ابدا ممكن تحطي صوره كثير حلوه الناس كلها عم تقول لك انه انت كثير حلوه وكثير لطيفه وكثير طالعه جميله هو ولا كانه اي شيء ولا كانك موجوده صح. حتى بتعملي اي نجاح او اي شيء لتصلي انت لمرحله انه لك شفت هيك انا عملت هيك شو رايك بقول لك
ماشي الحال، بس يعني لو دائما عنده بس لو. كمان اذا بدنا نقول بالوجه الثاني لهذا الكلام، في الانتقاد قديش مطلوب اليوم. نحن مو اي شيء بنثني عليه ومو اي شيء بنقول برافو، في شغلات انا بنطر من رفقاتي ينقدوني نقد صح، بنطر رايهم فيني لحتى يمكن صحح شيء كنت غلطاني فيه او كون افضل بالمرات الجايه. اكيد، بس في انتقاد بيكون لطيف ومحبب. تمام. وفي شيء انا بقول لك انه مثلا رح اعطيكي هذا المثال، وهذا اكثر شيء اللي بيصير بين البنات على اعتبار انه الشباب انتقاد او الصداقه بيناتهم دائما بتكون اعقرها اعمق مننا نحن البنات. أكيد. للاسف. طيب تعي شوفي هذا المثال الثاني، فلنفرض انه انا وياك وانا اليوم اجيت لابسه هذا اللون، تمام؟ يمكن انت شعرتي وانت رفيقتي انه انا هذا اللون ما له لابق لي، فشو بتقلي لي؟ بتعرفي غاليه انا كثير بحب عليكي هاي الالوان وبتوقع انه حلو، بس يمكن بظن ما تحسسي من رايي، يمكن لو بدلتي هذا اللون انا بتوقع انه حلو، بس انا بعرف انه انت مثلا بتلبسي شيء حلو او هيك، او تعي لك هيك، طلعي فيني هيك، وانت رفقات، ليه هيك لابسه؟ يعني ما عندك احلى من هدول الالوان؟ ما بتعرفي انه هذا اللون ما بيلبق لك؟ هلا الاثنين انتقاد، بس هداك ممكن انا صار في عندي جرح منه، ممكن كل ما اشوف الكنزه اتذكرك قولي هلا هي بدها تزعجني بالكلمه. اكيد. بس هداك انا تقبلته بحب، قلت ايه والله يمكن معك حق، انت بتحبيني لحتى شفتي انه هذا كلمة لطيفة او لا. تمام. لا هلا في اسلوب، في اسلوب وفي طريقه بالتعاطي يعني مع الاخرين، الواحد دائما لازم ينتقي كلامه، ولازم حتى ينتقي كيف بده يتعامل مع الاخر بنظراته وبتعامله. هلا كثير قليل عم بلاقي بهالوقت كتير قليل الأصدقاء ولا غير زملاء العمل ولا بأي مكان أنه عم بيعرفوا ينطقوا، كيف الأسلوب، مين الأشخاص الصح اللي بتقدر تتعامل معهم هيك ومين لا. هلأ أما بين الجنسين خلينا نفرق بين الصداقة والحب، غالية شو بتقولي كيف فينا نفرق أنه هذا صديقي حيكون ولا أنا ويا بنا نفوت بعلاقة حب؟ هلأ كلياتهم بالبداية بيجي بيقلك أنه أنا حابب نكون أصدقاء، طلعي على لمعة العين وطلعي على الأسلوب وطلعي على الأفعال اللي بيعملها. طبعاً الشاب إذا كان هو كتير متمكن منك وهو راسم لفكرة أكتر من أنه يكون مني أصدقاء، فأول فترة بسيطة ببلش يلغيلك هاي الكلمات، فبيبعث لك مسجات او اشارات. طبعا اذا كان متوقع انه الانثى اللي معه هي كثير حدا ذكي انه ببلش بيسحب الكلمات انه انت صديقتي انت رفيقتي انت كذا، بيستعيد عنها بكلمات اخرى، بينما البنت لما بتكون هي خلص ناهي هذا الموضوع فدائما بتحاول تحط له هي الكلمه انه ما تنسى نحن رفقات وانت رفيقي، فدائما بتعمل له هذا البلوك بوجهه. تمام. طيب اذا تحولت العلاقه هنن الشخصين بتنسحب هي الالفاظ، بتصير في 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 تقرب اكثر من بيناتهم، بصير حتى الانتقاد بالنسبه لهم كثير لذيذ ومحبب، بتصير دائرتك دائرتين الاساسيتين تبعك عم تنفتح من اللاشعور، حتى الرفيق بالنسبه لك بضل في لك انك حاجز عنده، يعني مو دائما بتطلعيه على كل شيء، مو دائما بتقولي انه لازم يعرف، خاصه اذا دخلتي بعلاقه عاطفيه، وغالبا ما بكثير ما فورا بيرجعوا بيحكوا لرفقاتهم، بينطروا لحتى يكون الموضوع على قاعده بينه بعدين بيجوا بيحكوا. بس إذا كان هذا الشخص مقترح أنه يكون صديق وبعدين يكون شريك استراتيجي كحبيب، فأنت أساساً بتحسي حالك منفتحة له بشكل كتير مباشر، ما عاد في عندك الحواجز بينك وبينه، بصير في عندك لحظات ترقب أنه إمتى بده يجي، إمتى بدي أحكي معه، إمتى هيك، والشاب دغري بيقول لك ياها. أما البنت لا، نحن عندنا مراوغات كتير كبيرة، بس هو فوراً يومين ثلاثة بيقول لك مين قال لك أنه أنت رفيقتي؟ أنا ما وياكي مانا رفقات، ففوراً بيبعث لك مسجات أنه لا أنا لغيت الموضوع. غالية اليوم كتير بنسمع من الصبايا أنه أنا رفقاتي هني شباب، أنا بقدر أتفهم أكثر مع الشباب، هي بنسمعها يمكن كتير طبعاً. بحياتنا العادية ليش اليوم البنت ممكن تميل لصداقة، خلينا نقول صداقة حقيقية ما بتشوبها أي غلط أو أي شائبة، أنه فعلا تكون هي بتميل أنه يكون عندها صديق مقرب سواء من خلال فترة الجامعة أو الطفولة أو حتى من خلال العمل؟ تمام يا عزيزتي، رح أقول لك فكرة أنه هي فعلا حقيقية، صداقة الشاب مع البنت هي أعمق وأصدق إلا إذا ما دخلت فيها العاطفة، فهي فعلا حقيقية وقوية، والرجل ما في عنده لأنه مقارنة بينك وبينه، ما هو في غيرة بين الطرفين. تمام. لما بتكوني طالعة كتير جميلة وكيوت رح يقول لك أنه أنت اليوم كتير طالعة حلوة، ولما بتكوني طالعة هيك كيف ما كان فحيقول لك هيك عاملت كأنه أنت كنتي أحلى أو هيك، فما عنده مشكلة، وين بده يشوفك واقعة بأزمة رح يساعدك، إلا برجع بقول إذا ما دخلت العاطفة بالوسط فهو اعتبرك. وعلى فكرة حتلاقي حلا كتير
كتير شهم معك وكتير رح يلبيكي وكتير رح يساعدك وما رح يغار منك، وإذا دخل شريك عاطفي على حياتك فرح يكون كتير مساعد، يعني حيدعمك، حيقلك ليكي نحن هيك بنعمل، تبهي على القصة. أما إذا كانت بنت وكنتي لابسة أنت وياها نفس الكنزة صدفت، يعني صدفت مصيبة فحتلاقي هاي الزورات الانتقامية وإنه ليه هيك لابسة مثلي وليه هيك عملتي، أصلاً أنا علي أحلى من عليكي ومدري شو، وإذا حبيتي وأنتي معها يا لطيف شو ممكن يصير، حتقلك كلهم كذابين وما حدا بحب، واستني لحب أنا لحتى تحبي أنتي، ما في تعملي هيك أبدا. فهي صداقة الرجل والإمرأة إذا كانت حقيقية وبدون عواطف فهي فعلا صادقة إنه ترتقي عن الغيرة والمقارنة. أكيد. يعني غالية صح صدمتينا شوي عند الصباح، بس خلينا نقول لا، بعد الصداقة الحقيقية موجودة وبعد الثقة والتفاهم، وخلينا نقول بيت أسرار، كل شخص عنده بيت أسرار بحافظ عليه، بينصحه، بنقطه بطريقة صح وإيجابية. نتمنى كل الناس تحصل على هذا الصديق الحقيقي. شكرا جزيلا لك حبيبة قلبي، ضلوا بألف خير. أكيد موضوع كتير مهم قلت لك وبيهم كل حدا فينا، كتير ضروري بحياتنا يكون في عنا صديق حقيقي، صديق وفي نعطيه الثقة المتبادلة والحب، وأكيد يكون في كل مشاعر صادقة بيناتنا. بتمنى لك التوفيق أكيد غالية، ونلقاكي بحلقات قادمة ومواضيع ولا أحلى دائما. تسلميني، سعد صباحكم يعني.